مقطع التالي بواسطة كاميرا السيارة داش كام أثناء عبور رجل للشارع في روسيا عام 2012. يمكنكم رؤية شاحنة تنحرف فجأة من أمام سيارة قبل أن يظهر شخص ما من العدم وسط الطريق. يعتقد البعض أن هذا المقطع يوثق لنوع من الانتقال الآني، بينما يعتقد آخرون أنه ربما كان هذا الشخص يحاول الانتحار. كان الرجل حقيقيا بالتأكيد، على الرغم من أنه عبر الطريق وكان على وشك أن يدهس. رقم 4. تم التقاط هذا المقطع بواسطة كاميرا للتأمين في متجر كبير بالصين. في البداية يبدو كل شيء طبيعيا، حيث يمكن رؤية سيدتين تتسوقان حتى حدث هذا. سقط شيء ما على الأرض من دون سبب، وذلك بعد أن عبرت السيدة. وعندما همت السيدة بإعادته إلى مكانه، يبدو أن نوعا ما من الطاقة قد تملك منها وبدأت تتحرك، وكأنها تمر بشيء خارق للطبيعة أو مس شيطاني. وعندما حاول بعض الأشخاص مساعدتها، حدث شيء أكثر غرابة. يبدو أن السيدة كانت تشع نوعا ما من الطاقة من جسدها يدفع الناس وكذلك بعض البضائع في المتجر إلى الخلف. وعندما غادر الجميع من المكان، سقط نفس الشيء مرة أخرى. رقم 3. في 9 من ديسمبر عام 2009 ظهرت أضواء غريبة في سماء النرويج. لقد كان ضوءا حلزونيا عملاقا مصحوبا بشعاع باللون الأزرق، ظهر لمدة 10 دقائق تقريبا ثم اختفى. في البداية اعتقد الجميع أنه نيزك، ولكن كان هذا الاحتمال مستبعدا نظرا للوقت الذي أمضاه هذا الضوء الحلزوني في السماء. يعتقد علماء الأجسام الغامضة أنه كان نوعا من المخابرات الفضائية، أو ربما ثقبا دوديا من الممكن أن يفتح سبيلا للسفر عبر الزمن. وعلى الرغم من ذلك، طبقا لحكومة روسيا، حدث ذلك بعدما قاموا بإطلاق صاروخ في السماء ولم يعمل كما يجب، لذا ظهرت تلك الموجات بهذا الشكل. وعلى الرغم من أن هذا يبدو منطقيا، فإن البعض ما زال يعتقد أن الحكومة تخفي شيئا ما. رقم 2. لقد تم التقاط هذا المقطع بكاميرا في حارة مظلمة في تايوان. في الجزء الأيمن من المقطع يظهر شخص يبدو أنه خرج من عمله ويجهز نفسه للرحيل على دراجته النارية، ولكن المقلق يظهر خلف العربة، حيث تظهر من العدم طفلة صغيرة ترتدي الأحمر. يعتقد البعض أنها طفلة مفقودة، ولكن إذا دققنا في المقطع سنجد أنها عندما ظهرت لم تكن واضحة، بعد ثوان بدأت تتجسد. بالإضافة إلى ذلك، عندما عبرت الدراجة النارية خلف الطفلة، يمكن رؤية الإطارات من خلال رأسها كما لو كانت شبحة. وطبقا لما ذكره بعض السكان المحليين، يمكن أن تكون طفلة الشبح تتبع هذا الرجل، وذلك لأنهم ولسنوات طويلة كانوا قد سمعوا أساطير عن طفلة تتبع الناس وتوصف عموما بأنها طفلة صغيرة ترتدي الأحمر. رقم 1. تقع بحيرة سوبريور بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أكبر بحيرة من الماء العذب على وجه الأرض من حيث المساحة، والثالثة من حيث الحجم. وبالإضافة إلى حجمها الكبير، فهي أيضا مشهورة بلقب مقبرة البحيرات الكبيرة. على مدار السنوات فقدت المئات من السفن في هذا المكان، بما في ذلك طاقم هذه السفن، وذلك في منطقة تسمى نقطة السمكة البيضاء. هناك الكثير من القصص عن بحيرة سوبريور، وكلها تتعلق بأشياء خارقة للطبيعة. نشر هذا المقطع مؤخرا، ويعتقد الكثيرون أنها السفينة الشبح. وقد التقط هذا المقطع القبطان جاسون أشلي في ميشيغان، الذي يؤكد أنه لا يعرف ماهية ما ظهر في المقطع، إلا أن من يعتقدون أنها ليست السفينة الشبح قد فسروا أنه من الممكن أن يكون مبنى أو منارة.